الكرة لمصاتي تورينو، محاولة التبرير وصلت إلى سامويلي، ريج حطها في الجول الأول لمصلحتي تورينو، الأول لمصلحتي تورينو، الهدف الأول عبر ميرانتشوك. تورينو يأتي بأول الأهداف، يا سلام على هذا الهدف من الروسي، بوم في المرمى جول. تورينو في الأولى، في الهجمة الأولى كان متسلل، في الثانية ضرب العارضة، في الثالثة ثابتة، الأول لمصلحة تورينو هنا في ستاتيو أرتيمو فرانكي. المساحة ولأول مرة لفويفودا، التمريرة بشكل ممتاز باتجاه ميرانتشوك من داخل المنطقة في الزاوية الصعبة، صعبة على بيترو تيراتشيانو. يا سلام يا ميرانتشوك، في المرمى جول، حطها في الجول، 1-0 لمصلحة تورينو. تورينو يتقدم.